قلت إذن توكل على الله ولا تكلمهم. أتى إلي أحد الزملاء وقال لي أنا ساكن في فيلا دبلكس وهي مقسمة إلى عدة وحدات، لي وحدة أنا وفيه اثنين من الوحدات العداد الموية للجميع، الوحدات الثلاث خزانها واحد، وهم واحد عنده 10 أولاد وواحد عنده أو 12 ولد واحد عنده 7 أو 8، يعني مجموعهم تقريبا 20 22 ولد. يقول ما عندي أنا لا طفل وطفلة. يقول يتعطل الماء، يقول الحي لنا فيه كثير يتعطل، اضطر بالشهر يجيب وايت ويتين أو 3 على الأقل. يقول أنا اللي أجيب. يقول ما عمرهم شعروا بمسؤولية ولا اهتموا، وتطلع فواتير الموية ولا يسددوا، تعرف الموية تطلع موحدة، يقول ولا يسددوا ولا شيء. يقول أنا اللي أساءني عدم شعورهم، اللامبالاة التي عندهم لامبالاة، وأنا حقيقة ما أدري كيف. يقول وأنا ترى على فكرة يعني أقدر، يعني الموية إذا انقطعت أنا إنسان بسيط يعني أقدر أجيب جركل ولا شيء وخلاص يعوضني، سيضطرون لإحضار الوايت غصب عنهم لأن عيالهم كثر. فكان يستشيرني ما هي الوسيلة كي يطلب منهم أن يحضروا الوايتات ويسددوا الفواتير من غير أن يخسرهم ولا يشتد معهم. قلت أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قلت أنت قادر على احضار الوايتات ولا فوق طاقتك؟ قال لا والله قادر. قلت اذا توكل على الله ولا تكلمهم، الله كريم يحب الكرم، احمد واشكر ربك. اكثر من 22 نفس يتوضون على حسابك ويشربون من حسابك وياكلون من حسابك ويتنظفون من حسابك ويزيلون اوساخهم وادرانهم على حسابك ويغسلون اوانيهم من حسابك، وانت ما كلفك ذلك. اشكر الله سبحانه وتعالى، الله مسخرهم لك، هذه نعمه ساقها الله لك يا ابا عبد الرحمن، لا تفوتها طالما انك قادر. قال لا الحمد لله كلها يعني بالشهر جيلها بالسنة 7000 8000، أنا قادر عليه. قلت أجل بس غير النية وخلاص، لا دلي تجيب الوايت وأنت متكهرب شاد وتسدد ومالك نفس، لا لا خلها بنفس طيبة. يقول فانشرحت روحي وانشرح صدره، يقول والله صرت أطير بسرعة من يوم انقطع الماء، خاف واحد منهم يجيب الوايت. ليش الآن صار يتعامل مع من؟ مع الله. والله يا أخوان هذا الزميل صديقي تضاعفت ثروته يمكن أكثر من 100 مرة.